مترات توقف لك 70 80 منصب شغل. وين كنتوا انتم ملي كان يتبنى هذا المصنع؟ وين راها الرقابه اللي كانت تبنى في هذا؟ ولا الرقابه كانت في المكتب فقط؟ إذن هذه المبررات هذه جريمه في حق الاقتصاد الوطني. رخصة البناء لم تسلم لسبب ما، والمصنع تبنى قال ما رخصولوش حنا باش ينتج لان ما عندوش رخصة البناء. ايش كنتم من اهل الكاف انتم راكدين؟ المصنع كان يتبنى ويتبنى بلا رخصة وانتم ساكتين. نهار اللي بغى يدخل في الانتاج جو. يعني امور واضحة في الحقيقة، يعني ما هيش قضية سلطة الدولة ولا تطبيق القوانين، ولا هي عرقلة مبيتة وظاهرة للانطلاقة الاقتصادية. اخلق أكثر مشاكل ممكن، خلي الناس تغضب، خلي الناس تخرج الشارع تنادي بمناصب شغل لأن البطالة تصبح قاتلة. حرام حرام وغير وطني، تصرفات غير وطنية. هذه المصنع هو المصنع. أنا نتذكر المصنع تاع الإنتاج الأكسجين في وهران حتى لآخر لحظة حنا نعطوا في مواعيد باش ينطلق، وقال ما عنديش رخصة باش نبدا ننتج. حتى لما داخل السيد الوزير الأول أعطوها رخصة مؤقتة لست شهور. صدر قد ما يغفلوا نحن ويعاودوا يوقفوا له. هذا اللعب راهم خاسرين فيه. أنا نحذرهم. هذا اللعب خاسرين فيه. في بعض الأحيان كل شيء واجد إلا السيد اللي يعطي رخصة بداية الإنتاج قال نشوف ومازال ورجع غدوة ورجع بعد غدوة ورجع كذا. يعني هذه كلها علامات انحطاط 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 رهيب ما يخص تصرف الاقتصاد نتاعنا. ملايير دولارات صرفت في مصانع، في آخر يجي أن بيروقراط قال رخصة نعطيها لك، روح الشهر الجاي نعطيك الرخصة. يعني فهم روحك ادفع. كل شيء ماشي بالرشوة. وهنا نقول راه فيه مكتب خاص بالنسبة لوسيط الجمهورية اللي راه يشتغل مباشرة معايا. كل ما هو مظلوم من هذا الطراز هذا من هذا الظلم هذا ماذا بيا فورا يتصلوا بالوسيط الجمهورية ونشوفوا شكون اللي عنده الحق. حرام منكر، هذه مناكر فيه على حسب التصريح تاع السيد وزير الصناعه فيه يعني بالتقريب مصانع جاهزه بالتقريب وقادره تخلق 750 الف 75 الف منصب شغل. 75 ألف منصب شغل، وريني الدولة المتقدمة اللي قادرة تخلق 75 منصب شغل في ظرف قصير مثل هذا. يعني ماناش باغيين نشغلوا الناس، باغيين نخلي الناس في الغضب، باغيين نخلي الناس حذاري حذاري حذاري. ربما ما أمور ما تقاسش، يقول لك الرئيس راه يهبط الجزئيات. انا جزئيات تهمني لان يهمني المواطن البسيط.